الشاعر الكبير وصديق تامر حسين. تعال تامر، تعال تامر، ما شاء الله مشهورة تامر. تامر أول أغنية، بس أول أغنية ضربت، أول أغنية اسمها إيه؟ وياه. عامل لي أول أغنية وياه. وياه الحياة أحلى. تعال كمل بقى التاريخ بعدين. ما أقدرش أنا، ما أقدرش أنا على عيني شايفة. ليه بقى؟ وبعدين الليلة وأنا مش أناني وسعد الفراق وأيضا حاجات كتير أوي. فاكرين اللي هي بتاعت إيه؟ سعد الفراق؟ أنا مش أناني. أه أيوة يا عمرو، أنا مش أناني. راجع بتقول لي نخش. يلا يا أستاذ نعملها معاك بقى. اديني يلا يلا. تعالي وحاجات كتير.